ده رئيس المجلس العلمي، رئيس المجلس العلمي بتاعك بيعتذر لسيد قطب. لكن هل يقال ان هذا سب لنبي تلفظ به؟ انا عندي ان الامر لا يصل الى هذا، لان السب يكون واضح ويكون قائم على عداوه، هذا الاصل فيه، لكن لا بد ان نقول هذا سب لنبي يذكر صاحبه، لانه قد يكون بعدين مراعاه بيئه الناس ولغاتهم مهمه، فقد يكون هو كونه مندفع ليست عيب عنده. هنا في الكتاب قاعد صفحة 200 التصوير الفني، رئيس الكيزان، الأخوان المسلمين، عبد الحي يوسف، محمد علي إسماعيل، رئيسهم سيد قطب، رأيك شنو في الكلام ده؟ رأيك شنو؟ ده يدافع عن سيد قطب. الهواري قال لما سيد قطب قال لنأخذ موسى إنه نموذج للزعيم المندفع العصب المزاج، وربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، قال موسى مندفع وعصب المزاج، فهمت الحاصل؟ الهواري بقى يعتذر له، قال لا، لعلها لا تعني السب بلغة قومه، ونحن ما سمعنا وما شفنا في كتاب التصوير الفني سيد قطب قاعد يتكلم بالدارجية، يعني ما قاعد يقول يا لهوي لأنه مصري عشان نجي نعتذر له، وإنما بيتكلم باللغة العربية. لما مشينا رجعنا كتاب الصيام من بلوغ المرام شرح الشيخ ابن عثيمين، لقينا انه عصبي، قال ومن الغيبه كلمه عصبي، قال وهذا عيب في الخلق او في الخلق، فهمت ده كلام الشيخ ابن عثيمين؟ زول يطعن في الانبياء